شبيبة القبائل. اتحاد البليدة عرف كيف يفوز في هذا اللقاء. صعب جدا أنك تتنقل من دون مدرب شعبان. هي نفس الشيء وتكلمنا عليه على مولودية العلماء، هي كان من الأحسن أن الميركاتو قريب مثل زوجة الجولات والميركاتو، وتمنا نقدر نغير المدرب أو ندعم المدرب، ولماذا كما تكونش النتائج الروح للمدرب. هل فريق شبيبة القبائل عنده طاقم فني كبير وعريض؟ احنا الفريق الجزائري رحنا الاحتلاف، ولكن ما نجيبوش امتلاء كما اقول لك محضر طاقم كله بالفعل سيكولوجي. نهضر على الطاقم، مدرب بسيكولوجي اللي يعرف كيفاش ينحي ستريس اللاعب، اللي يعرف كيفاش يعطي اللاعب الحيويه هذيك باش يسترجع قواه، باسكو نعرفوا شبيبه القبائل كانت عندها عده لاعبين من المع لاعبين في الجزائر. لماذا داروا نتائج في اول سنه والان كاين هاد اللاعبين هما ولكن النتائج ما تتبعش؟ شعبان حتى فقط ما تفوتنيش الصور، وحنا نشاهدوا في الصورة مسجل الهدف مختاري هشام، لاعب في عمره 19 سنة فقط، بدا يتألق مع هذه لقطة أيضا لمختاري هشام، بدا يتألق في صفوف لقطة مقاسية، هدف ثاني بالنسبة ليه أمام سعيدة وكذلك المقابلة هذه. دخل في المقابلة مباشرة، لاعب شفنا أنه عنده سرعة كبيرة، لاعب يعني مورفولوجية تاعو ديجا لاعب يعني خفيف، والهدف اللي سجله كان انطلق بسرعه في وسط اربع لاعبين، ادى مقابله يعني في القمه، حتى نظن انه يعيش غير خطه. يعني ما شاهدنا اتحاد بلوده كيف يلعب، يعني متجمع، يعني حفظ دروس المقابلات الماضيه عندما كان يخسر في ملعبه، لعب متجمع بقياده زموشي وحريزي اللي ادوا مقابله.